صاحب الإلقاء اللي يكون
مؤثر في الإلقاء. فمن هذه الرواية استدل على أنه اللحن مؤثر في النفوس. الألحان كانوا يستخدمونها، يعني احنا عندنا في الروايات في السرد التاريخي أنه أو في عند العرب على الموجود كانوا يمشون النياق بطريقة ما على ألحان معينة. لذلك هذا اللحن اللي عندنا يا ناقتي لا تدعوني من زجري، كانوا مشهورين بس ما يعني ما نستطيع ان يسموا اللحن بالضبط او غيره، بس اكيد في قاع معين كانوا مشهور بالقوافل من اجل يعني حثها على الاسراع. هذا مما يعني ان اللحن اذا يوقع على النفس حتى على النفوس البشريه. اهم كذلك باعتقادي ان ايقاعات الالحان الرجز، اذا تلاحظ الشعر عندنا شعر الرجز اللي يستخدمونه في الحرب ايقاعاته، انا ما استبعد انهم كانوا يلقونها بايقاع حزين، خاصة أن إيقاعها يعني في إيقاع وفي نغم، يعني أمير حسين ونعم الأمير زيد إن تنكروني فأنا شفر الحسن أنا علي بن الحسين، كلها فيها إيقاع. ما يعني أتوقع أنه كان في وقت إلقاها ليبرز إلى الحرب كان يلقيها بإيقاع في شيء من اللحن اللي يستثير الحماسة والشجاعة عند المقاتل. فنروح إلى الحان المنبرية. عندنا ألحان منبرية تختلف عن ألحان الموت. ألحان المنبر تتسم هي يعني فيها المقامات الصوتية، المقامات اللي يعني معروفة عن المقامات، بس يعني واضح أنها قليلة الإيقاع، ما فيها الإيقاع اللي تستطيع أن تضبط اللطمة إلا إذا الخطيب يجيب اللحن يضبط شوية الإيقاع. يعني مثلا حسين حاضر عنا عزم على الشيء، ما في إيقاع، بس لو يريد يضع في الإيقاع سهل، عكس الموكب لا فيها الايقاع الحاجه الى اللطمه. يعني مثلا هذا مثلا اخويا نروح كل احنا يا فدايا، يعني احنا خب لاحقا يعني الموكب نادى الالحان، هي المنبريه دخلناها بالموكب ضبطنا الايقاع، بس اصلها يعني منبريه. فانا اشير انه الايقاع قليل في الحان المنبر على عكس الموت. او مثلا هاي طوبى اليك من تربه الصافحه نورك، او هذه مروا على الجاسم، يعني يختفي الايقاع فيها. علاقه الوزن اللحن في الوزن والتفعيله علاقة وثيقة، خاصة انه احنا عندنا في اللطم في الموكب الوزن من اللحن، احنا الوزن هو ما يختص بالشعر، يعني تفعيلات كل وزن عندنا بحوث في الشعر فيها تفعيلات 16 بحر فيها مزروعات إليها تفعيلات اللي يأخذون مستفعلون متفاعلون، هذا الوزن اللي احنا نقصده. اللحن لا، هذا اللحن اللي احنا نقوله، يعني مثلا واجيب مثال، يعني مثلا يذكر أن مسلما قد أتى، اللحن ده له الصوت والتنغيم والحركات
ارتفاعات معينة. الوزن لا، حجمه ووزن التفعيلة هذا بسيط، استفعل فاعل هذا هو هذا. يعني الوزن انه هو بالتفعيلة، اللحن لا الصوت. فهذا يعني فعلاقة اللحن بالوزن والتفعيلة علاقة وثيقة بحاجة إليها، لأنه يلتزم بإيقاع معين. يعني على عكس القرآن، القرآن في محل يقرون القرآن بس ما في إيقاع، يعني منتظم تفعيلة منتظمة، لأنه مو كلام، مو شعر، مو موزون بوزن التفعيلات، على عكس الموكب وهو بحاجة إلى الإيقاع وبحاجة إلى الوزن والتفعيلة من أجل ضبط الموكب. غالبا لحن الموكب يتعامل مع الموزون، نص الموزون، ولكن هذا ما يمنع أنه إحنا عندنا تجارب في الموكب ومحاولات يعني وناجحة في تلحين المنثور، يعني مو موزون بس بطريقة ما يوزن. يعني احنا مثلا انا ممكن اسمحوا لي ان تقريبا معظم الامثلة اللي عندي من شيباتي يمكن احتاج لها وقت انه واحد يبحث هذا، بس انا بعطيك امثلة بس الاخرين عندهم واجد يمكن اكثر من شيباتي على مثلا على الامثله الاتيه. يعني مثلا تلحين المنثور، يعني مثلا حسين مني وانا من حسين، هذا نص حديث نثر، يعني قمت انت وضعت له ايقاعات معينه، وبالتالي ممكن في المكاسب تجيب نفس الكلمات على نفس وزاره هذا الحديث. يعني مثلا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبوا، وان كان لا يستحسنه يعني تلحن الايات، بس احنا هذه كانت في المستهل. يعني فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني، والحسن والحسين إمامان ولا أرى الناس هذا. وكثير يعني الواقع أنه محاولة تلحين المنثور صعبة، تحتاج لها يعني مقدرة، يعني هزل من الوضع الطبيعي علشان تلحن أن النص يكون في إيقاع صعبة. ننتقل لمرحلة بدايات تدوين اللحن. احنا نشأنا موكب موجود، زين شيء على الشيخ، انا باعتقادي ان سابقا العصر اللي كان يسبق مسجل كانوا يعتمدون على الذاكرة، خاصة انه ما في الحياة غير معقدة مثل تعقيدها الان والسهولة، يعني خاصة انه في عندنا أمثلة العرب كانوا يحفظون بسهولة لمرة واحدة تتلو أمام النص يحفظ. اللحن يمكن طريقة حفظه تحتاج إلى آليات مختلفة بحكم أنه يتعامل مع رقمات معينة وإيقاعات معينة، يعني صوت، بس إذا هو مجرب أو يعني ممارس إلى هذه المسألة يستطيع أن يحفظ بالممارسة، كما العرب السابقين كانوا يحفظون الابيات بكثره الممارسه والدقه. يعني لما يجي واحد يقعد عند عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس قاعد يدعو عند تفسير القران وقرا قصيده، بعدين واصل عبد الله بن عباس قال طلع انه عبد الله بن عباس قاعد يستشهد بابيات من قصيده هذا الشاعر الالقاب، قال تعال سمعت قصيدة انت، قال انت قريتها انا حفظتها طويلة،
اقراها لك كامله من البدايه للنهايه او تبقى من النهايه للبدايه اقدر عندهم دقه في الحفظ. فاعتقد انه كان حفظ الالحان يعتمد على الذاكره، خاصه انه الاول ما كان هذا الكم كبير للموكب اللي يحتاجونها لكثره الالحان. بس انا اتكلم عن الالحان اللي جت الينا من التراث. بعدين ننتقل الى مرحله تدوين الالحان في المسجلات. في المسجل اعتقد انه ما كان يحتاج الى جهد كبير، كان توفر المسجلات كانت يعني غير اذا واحد في البيت او عنده مسجله ممكن تكون صغيره. يعني هذا يختلف على اسلوب اللي كان يدور الالحان الفارقه، يعني يجي محرم يدور الفارقه او يوم السنه يدور الالحان. هذه المرحله الاولى من تدوير الالحان. ثم المرحله الان ممكن تكون نفس الشيء اللي هو استعملت هناك والاجهزه الصغيره اللي تسجل، بس تختلف مرحلة تدوين اللحن عن الأول. أول تدوين أسهل اللحن، مرة واحدة سجله ويخلص، ممكن في تعديلات بسيطة لاحقا تصير على اللحن، بس حاليا لا، تدوين اللحن معقد بطريقة ممكن تسجل المستهل تسجل اللحن الأول تسجل اللحن الثاني، قلما أنه يكون في يعني واحد يسجل الحان متلاحقه ورا بعض، لانه يكون الحان يعني منسجمه وقويه ورا بعض تكون يعني شبه المرتجل ورا بعض، فهو يضطر انه يوقف بين فتره وفتره من اجل ان يخرج الالحان الافضل. يعني كل طريقه لها ايجابياتها ولها سلبياتها. عندنا اكثر من طريقه نشوف الطرق اللي يلحنون بها. في واحد الحين حاليا يعني في راديو يلحن على وجه المناسبه، يعني قبل المناسبه اسبوع اسبوعين يبدا الاستعداد للتلحين الى هذه المناسبه. في راديو لا طول السنه يلحن، لما تجي المناسبه يفرز الالحان طلع الالحان. يعني اقصد لحن متكامل، يعني لحنين ثلاثة لحن واحد يطلع اللحن ويشيله. في راديو يعتمد على تلحين النص، يقول له شاعر مدون يجيب له قصيدة كم اسبوع يشتغل يلحن النص وتشوف شنو يطلع لحن لحنين اثنين، ممكن ما يعجبه لحن يروح يسوي ثمن ثالث، يعني يستقر على لحن. في عندنا رادود يستعين بأحد يلحن. احنا نتمنى في الموكب ان تفرز المهام. يعني في السبعينات لما بدينا الموكب كان الرادود هو رادود هو شاعر هو يلحن كل المهام عليه. هذه المرحلة يعني كانت مرحلة خلينا نقول يعني ما نقول بدائية، بس في بدايات الموكب ممكن تكون مقبولة، بس مع تطور الموكب لا لازم نفرز المهام. الآن فرزت مهمة الشاعر، روح صار الشاعر روحه، رادو مو لازم شاعر، ما عندك مقدرة تكون رادو شاعر بس رادو. نتمنى أنه هم كذلك تفرز مهمة الملحن من أجل أن يكون كله في المجال. هذا شغلته بس التلحين على اساس يستطيع يتفرغ، لان اذا هو رادو يعني يحاول يلحن هذا الجهد، وقد يكون في من السلبيات هو يكرر نفسه، بينما لو رادو فقط يعني قصدي انه تبرز في المجتمع مهمة الملحنة، نعرف كما نعرف هذا رادو نعرف هذا ملحن. يعني مع عدم المقارنة مع أهل الغناء وده، بس وجود هذا يقوي العمل أنه يكون هذا شغلة ملحن. أنت تجي مرة هذا فلان أنا داخل معك
مكان آخر يكون عندك فرصة تقدم شيء أفضل، وهذا يكون تفرغ للشعر كما أنه الشاعر مهمة الكتابة مهمة التلحين. في عندنا سؤال، يعني القصيدة هل بعد مع تلحين النص أو تنصيص اللحن، يعني داخل النص واللحمة أو العكس، نجيب اللحن ونقول الشعر نكتب عليه نص، يعني أكيد لها إيجابياتها ولها سلبياتها، والثانية كذلك لها إيجابياتها ولها سلبياتها. أنتقل إلى نقطة لو تقول لي مثلا واحد لحن عن المناسبة، واحد لحن طول أيام السنة، واحد لحن النص، واحد يعتمد على ملحن آخر، أقول بمرتبة أولى أتمنى أنه يكون في ملحنين، بس ما في المرتبة الثانية أنه يكون برضو يلحن طول أيام السنة، يكون عندك في المناسبة جاهز مجموعة من الألحان، يعني تفرز واحد أكيد يعني 20 لحن أنت بتاخذ أحسن واحد من 20. ما أقدر أقول لك إن هذا أنت بتحصل فيه موفقية بالموقف، بس على الأقل أنت يعني بدأت تنجح، على المرء أن يسعى وليس عليه أن يكون موفقا، فأنت أخذت أفضل ما هو موجود وقدمته. أما أنه أنت تلحن مع قرب المناسبة يمكن ضغط الوقت يضغط عليك ما تحصل لحن الممتاز، فتضطر تمشي أي لحن موجود، هذا يعني على أي الوصول إلى تقديم أفضل ما يمكن في الحال. كيف عندنا عدة مقام؟ كيف السبيل للإبداع في هذا المجال؟ عدة نقاط هلا يعني تحضرني فلنكون فيها غير موجود. أول نقطة هاي النقطة اللي ذكرناها، هل ما أقدر ألحن؟ يعني مو ضروري يكون رادود، معناته يقدر يلحن، ما أقدر ألحن، فسبيل للإبداع مو أستعين بأحد إلى حين. إذا أنت عندك مقدرة من أجل الإبداع في جانب التلحين، يحتاج الرجل أنه يتزود بالسماع كثير. يعني الرجل مهمة أنت تسمع في جانب التلحين، لا تسمع العزف كل مستويات، بحراني، عراقي، إيراني، لبناني، قديم، حديث، يعني مختلف المناطق، تسمع حتى الخطبة، تسمع القرآن، تسمع النشيد، التزور، هذا المخزون كله عندك يبقى في الباطن، حتى ما جيت تلحن يبرز بطريقة ما. وكذلك نقطة ثالثة، الإعداد المبكر دائما يقوي العمل. على الموضوع لو تلحن أن يبحث عن الوقت المناسب للتلحين، كل واحد يختلف، في واحد أفضل أوقات عنده للتلحين في آخر الليل، أنت تعرف هذا الوقت المناسب؟ يعني معناته اذا تلحن بالاوقات الغير مواتيه الى التلحين ما تكون التلحين صحيح. في واحد لا في الفجر، واحد يقول انت مع افضل اوقات الحن اروح اقعد عند البحر. فهو يعرف بنفسه يبحث عن هذه الاوقات على اساس يقدم افضل ما يمكن. كذلك يعني نقاط المساعدة على الإبداع في هذا المجال، الاستعانة والاستفادة من علم المقامات والعروض على أساس يعني ينمي قدرته. الاستعانة بالمقامات يعرف يشخص المقامات وأسماءها ويستفيد منها الوصول لاستذكار لحق الحالات. العروض يساعد على على إيجاد الإيقاعات، على
تفعيلها خاصة أنه ماشي ويا الإيقاع يعني ويا الأضمان اللي يقدر يقطع البيت يستطيع يستفيد من هذا التقطيع في معرفة اللحن ومواقع الأضمان. أما كذلك من علم الصوت يعني الاستفادة من التعرف على يعني بعض الطبقات عدد الأوزان هذا الموجود عندنا حاليا يعني في مشكلة أنه الرادود يعاني مسألة المواءمة بين لحن ولحن كل لحن يحتاج طبقة بمجرد ما تطلع الطبقة المو صحيحة اختار اللحن الثاني ولا اللحن الثاني فالواقع الرادود يعاني راس تسولف فيها وتتحكم فيها قبل القصيدة يقول لا بس يركز على الطبقة لأن إذا طلع على الطبقة اختار اللحن. أهم كذلك في جانب بسيط من علم الموسيقى يحتاج أن يستفيد منها احنا ظهرنا في الموضوع بطريقة عفوية يعني ومشينا بس الآن ما ممكن أنه تتجاوز هذه العلوم وما تستفيد منها من أجل أن تقدم الأفضل. يحتاج أنه في هذا المجال الالحان انه يكون الرجل عنده ابتكارات يعني يبحث كل ما سمعت الالحان الموجوده تبحث عن ان تبتكر الجديد في طريقه الالحان قرعه اللحن كسرته الاضافات يعني مو كل الجانب التقليدي اللي احنا اعتدنا عليه لذلك يتطور الموقف يعني كتاب طالع يحتاج الواجد الى نقلات في تطور الموقف. هم كذلك تالي انه مع اساس ينطق بالابداع بعض الاحيان التلحين المنصور اللي نتكلم عنه يقدم له مساحه واسعه من الابداع بس يحتاج لدقه ويعني ومقدره في التلحين. اما كذلك تلحين الاوزان الالحان الجباريه الافكار يمكن استوعبت يعني في الموقف كلها موقف هو بس يحتاج يقدر يطول فيها يكسر فيها هو كل ما يعني عنده محاولات اكيد يعني يوفر محاولة تغيير الاوزان من اجل ان تقدم يعني ساعات لما تمشي على وزن واحد يعني احنا فانا اجي مالي زينب اعرف واحد من الجماعة ياخذ الوزن اكثر من مرة زينب ولا محاولة تسكن كل مرة ياخذ الوزن وانتي لحن طلع لحن غير يعني مرتين ثلاث اربع توفاق بس غالبا تمشي بوزن واحد تمشي بجو واحد تحتاج انه تبدل الوزن يعني داخل اوزان مختلفه عشان تتيح اليك يعني تختلف التفعيلات الجو يختلف تحتاج الى من اجل الابداع الى الاقتباسات يعني بعض الاقتباسات الموجوده تاخذ اقتباس من اللحن يعني جزء من اللحن تضيفه الى لحنه قد يكون انت تستطيع تنتج لحن يصير اخطر من الاول فاحتاج الى اقتباسات مدروسه من اجل تقديم الفرق يعني افضل للابداع. باعتقادي ان في الالحان في الموكب عندنا اكثر من غرض يعني طرق الالحان يمكن ان نختصرها الالحان اللي في الموكب بين تتفاوت بين الحماسة وبين الحزن بس يتراولي لو دخلنا بعد في الحماسة شوي في الحزن شوي نحصل أغراض ما بينهم يعني في نفس المؤمن فأنا تقريبا أفصل أنه عندنا من ضمن الأغراض اللي تحملها الألحان الموكبية مثلا ألحان العتاب والشكوى موجودة هذه واجد يعني عادة تنزل الألحان اللي فيها عاطفة وفيها رقة هذه ألحان العتاب والشكوى يعني يمكن يا أبو فاضل زينب غريب الصيح يا أبو فاضل زينب غريب الصيح اسمي عتاب يا شكوى لأن في رقة وفي عاطفة أو يا خويتي تلكوني من يسرعوني
فهم
واصلي دور الكفاح، واصلي دور الكفاح يا مناظرنا كالحسن اصبحي واصلي روحي. هذا هني يكمن دقة الاختيار بين القانون والشاعر في المواءمة بين اللحن والنص. أعتقد يعني في الفترة الأخيرة، يعني على أساس ما أطول وأختم وأروح لتأثير الزمان اللحن، الفترة الأخيرة تعدد الأوزان اللي برزت في الموكب، يعني بعد إيجابياته في نقل الموكب من مرحلة إلى مرحلة والتطور، إلا أنه في سلبية أنه غير هذه المزاوجة بين اللحن والغرض المطلوب منه. يعني أصل اللحن الأول يمكن يناسب عتاب وشكوى، الثاني يناسب مثلا حماس. زين الشاعر ماشي في افق معين، ماشي في كل حماس وماشي كل عتاب شكوى، بس ساعات اللحن غير موائم الى الغرض والنوعية اللحن. هني المفروض يكون في علاقة تفاهم بين الشاعر والملحن من أجل إبراز اللحن في ثوب الصحيح، يعني لحن في عتاب شكوى أكتب نص عتاب شكوى، لحن في حماس أكتب حماس على أساس أقدر أوضح اللحن يقدم اللحن المطلوب منه عشان ينهض بالموقف ويصير الأفضل. نقطة الأخيرة وهي نقطة العنوان الموجود عندنا الليلة، تأثير الزمان المقابل للحن. يعني بس سريعة أتيح لكم المجال للمداخلة. اللحن الافتراضي، يعني احنا اللحن اللي سويته، يعني احنا مثلا هذا اللحن قبل هذا الشهر، يعني مثلا يا ابن اخوي قول للحادي مرمي كربلاء من زمان وانا مشتاق لاخو يوم مصرع. ده اللحن الان، هذا اللحن عندي قبل لا اشيله، هذا حاله روح، هذا اللحن الاحترامي، ما استطيع ان اجزم بنجاحه من عدمه الا في الموقف، اقدر اضع نسبه. يعني انا اتكلم من خلال التجربه، يمكن البعض يختلف وياي الا انه هذه التجربه تقول شيء. اضع نسبه، انا اقول هذا اللحن مرشح انه ينجح ال الظروف المحيطة باللحن بالحدث هي قد تنجح اللحن وقد تفشله. يعني مثلا عندك عزا داخل وعندك عزا باطن، بعض الحالات اذا العزا داخل قوي وجبت اللحن برا يعطيه قوة اكثر، بعض الاحيان لا، اللحن الداخل قوي وجبت انا اللحن برا هو قوي بس نسبه نجاحه اقل من الداخل يقل، على طريقه المعزي والدور المحيط. هذا المعزي ما راح يغشها بلعبه بسيطه كلش حقيقه، فهذا جاي بشكل اقل قد ما ينجح. بعض الاحيان لا، الظروف المحيطه بالعزاء، يعني مثلا قصيده نحن بشريون، نحن طلعنا مع العزاء الجو كامل فيها عنف يعني حماس، عزاء لو اشتي مش حماس في ذاك الظرف المحيط. يعني انا بقول ان الظرف المحيط باللحن والقصيده قد ينجح وقد يفشل بطريقه ما تبعا للظروف الموجوده.
طبيعة الأيام تبقى شيء، طبيعة تبقى على غيرها، مناطق حكون الحالة السريعة، حكون الحالة البطيئة، فاللحق قد يكون ناجح لي، مناجح لي. بعض الأحيان الليلة اللي تشيلها المناسبة تعطي فرصة إلى اللحن أكثر من مناسبة غيرها، يعني اللحن إحنا فيه نسبة 80% حزن مرشح إنه ينجح ليلة عاشر أكثر من أي ليلة ثانية. ليش؟ ليلة عاشر واحد جاي متهيئ للمناسبة، يبقى بس كلمات وحزن وهو بيروح. فبعض الأحيان للحال هذه من الظروف المحيطة بالبحث اللي قد يتغير فيه من نجاح إلى فشل. صلى الله على محمد وعلى أو تسمع اللحن تنتقل تهد اللحن على طول إلى
إلى اللقنة. لذلك أنا أقول كانت المرحلة الأولى إحنا مرحلة الكلمة، ثم انتقلنا إلى اللقنة، ثم صرنا الآن في مرحلة اللقنة. يعني صار أول شيء كنا الأول معزين يسمعون القصيدة يركزوا وش قاعد تقول، جاي يسمع كلمة، تالي المرحلة اللي سبقت صار يفهمون الألحان. الحين حتى اللحن بس طريق إلى الذات المصاب، فنحتاج إلى إعادة ترتيب. شكرا للاتصال الشريف. في هذا الوقت القلب دائما على المستمع وعلى المتلقي وعلى التعاطي مع الوزن واللحن، وكيف تدرج إلى وصول إلى بس الإيقاع. لكن كان قصدنا السؤال كيف يؤثر الرادود اللحن القصيدة في لحن مناسب. يعني انت جبت استشهدت بعض بعض الوظفات بعض الحماسية، بس تلقاها لاحن حاضن، يعني حماسية وما فيها شيء ما فيها شيء. فهني هل العيب او المشكلة في الشخص اللي يتلقاها؟ لو الشخص اللي يعني ينتج هذه البضاعة قد تكون فاسدة وتضرر اللي الرادود غير مخلي بالمسؤولية، يعني إذا بغينا شوي نكون منصفين بداية مشكلة المسلم الرادود زمان قوة الموقف أو ضعفها نجاحها عدم نجاحها المطلوب من عدم المطلوب أن يسلم إلى المعزز خلله، أن ينساه وراء مثل ما يريد المعزز هذا خلله. صار لما ينساه يجي على الأسلوب المطلوب عند المعزز بعض الأحيان، فيجيب الأساليب اللي قد تكون تصرف المستمع عن الكلمة. مو بعض الأحيان أشمل أن تضع الحماسة في غير موقعها، تصير غير كل شيء في الموقع زين. يعني كل مقام مقام، يعني الآن مو مطلوب ما أو مو مقبول مثلا على شرح عندنا تجيب الحماسة غير تضعها في موقع. لذلك الآن صار قصيدة يعني تتراوح بين كتب بين حماس، يعني فبدون روابط الى مواقع هذا الحماس هو هذا الخلل. لذلك يقع الخلل على الرادود، هو من البدايه عليه تالي من اللوم المستمع خلاص صار عند هو قط الكره في الملعب. كرر المداخلات مفتوحة والأسئلة مفتوحة أحد تكلمت عن المراحل أو المراحل اتجاهكم هذا الحين المنثور، كيف ولماذا اتجهتم إلى الحين المنثور؟ ما الحاجة إلى الحين المنثور؟ يعني في الشعر العربي ما يقوم يعني تلحين المنثور، وهل يوجد ضرر من تلحين بعض المنثورات؟ الواقع من تلحين المنثور يحتاج شوية. الفائدة من تلحين المنثور إن مع إن الشباب واجد مستمعين كثيرين يتابعون الموقف، فهو يمكن أن يحفظ الحديث الشريف والدعاء من خلال الموقف بسهولة. تقريبا هذا الحديث لا الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين مرمى. الايقاع والوزن قد يسهل لك بالحب مع متابعه الموقف. هذا الجانب الايجابي في تلحين المنثور انه يساهم. كذلك انه ممكن إذا بيكون في منحة للدخول في
جاءك مثلا تفصيل او تفسير او تاويل بعض النصوص الموجوده عندنا منثوره، فترى تقدم تلحن وتدخل بعدين اليه. الجانب المحذور من التلحين المنثور ان لا تلحن مع تغيير النص. يعني انا شكرت على بعض الجماعه انه مثلا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا الآية، والتلحين قال ونريد ان نمن على المستضعفين. انا كان اشكالي لا تغير في الآية، لان اللي جاي وعنده خلفيه محيطه احاطه تامه بالقران بيتوهم، بالتالي بيحفظها كآية ونريد ان نمن على المستضعفين بيحفظها جنة. فهني هذا الجانب المحذور يحتاج الى دقه من اجل ان لا يعني نقول بتلحين المنثور الى جانب السيد. هل ثمة سؤال؟ يفهمون ان الميكروفونات مربطه. السلام عليكم. أشكر الأستاذ عزيز أبو عزيز، ذكرت في النقاط في البداية أن لابد أن يكون ملحن ويكون بادور ويكون شاعر. هل إذا في التلحين هل في ضوابط معينة أساس نقدر نحلل هذا اللحن؟ لحن مثلا غنائي، لحن عزائي، لحن، هل في ضوابط عشان لا نقع في الشغله؟ يعني حسب علمي ما في ضوابط الا انه كلام الفقهاء ان لا يغيرون الالحان الفسوق، يعني الالحان اللي تتداول هذا الفسوق، يعني ما يكون الا حد يعني موجود عند هذا الفسوق. ممكن يكون المشكلة الرئيسية في الجانب المقامات الصوتية، يعني مثلا المقامات الموجودة مقام الصبا، مقام السيدة، مقام الرست والعجم والنعامات، السبعة المقامات الرئيسية، هذا كمقام يستخدمون أهل الغناء ويستخدمون أهل العلم. فبعض الأحيان قد يكون يتفق يختلف الوزن ويختلف اللحن. يعني المقامات احنا بنقول هذا مقام صبا، ممكن تجيب سبعة الحان كلها صبا بس كل واحد غير، بس النفس ماله الجو المفتاح ماله كله في المقام. فقد يكون بعض المقامات يعني بعض الالحان تصير متقاربه. الان الحمد لله في واعي، يعني السابق ما في لهالدرجه، كانت الاختلاط واجب بين الالحان. يعني هو ان يكون في ابتعاد، اذا قعد اذا هو صار جوه بعيد ما عنده الارتباط من جانب الالحان المكتوب، ما يعني ان يكون اللحن عفويا شابه المعين. يعني بالنسبه للسؤال المستحق، ظاهر ان الشرق الفقهي يستدعي بالرواديب والملحنين انهم يدرسون فقه عشان يعرفون اي لحن يصلح واي لحن ما يصلح، لان في واجد حتى في القنوات الفضائيه كان كم تسمع اغنيه يعني تسمع ما تسمع زين، ما فيها من لون الحسين ولا زين يعني. تفضل. حسين لازم ونستفيد من خبرتك ان شاء الله.
حكيتنا الساعه عن شيء عن مثلا موقف محرج مثلا مر عليك في مسيرتك الحسينيه او مثلا موقف تاثرت فيه امنيتك للموكب ان شاء الله او امنيتك قدوتك اللي تاثرت بها امنيتك تتمنى تتحقق الاشياء يعني هالميكس اذا تعتمد بالجامعه. شكرا. شكرا لأبي حسين. خليت أفضل ضيفنا الكريم. والله هذه الموقف بس المواقف بسيطة يمكن أن أذكرها بس الانتقاد الأكبر يقول جابت الخدمة الحسينية لازم أنا نحط المؤشر الترمومتر على أنفسنا كلنا أنا هو أحط مؤشر على نفسي وأروح أشتغل وأقعد بيني وبين نفسي أنا قاعد خدمتي دي خالصة مو خالصة يعني أكيد الرجل شاعر بين واحد يشتغل في ذا الجانب بس مر بمواقف ضغوط يعني و بينه وبين نفسه الشيطان الله يرحمه يتغاضى لا تسوي كذي تسوي كذي للاختبار فانت تكون بعض الاحيان تكون مواقف يعني انا بعض الاحيان مره واحده مثلا كان عندي ليلة عرشه وليلة عرشه بالتالي جواب الجماعه قال انا ابغى اشيل يعني هذه يا رب ليك تنصحك نفسك انا الحين سوي علاج 20 ليله وليله 10 تجي تقول لي 20 يعني نفس ما تخلي بس تغادر حاول قدر الامكان تضغط على نفسك وانت يعني تسعى الى الاخلاص على نيتي لاهل البيت، خلي شيء خلي شيء يعني تقاوم بعض المواقف يعني مثلا مرة واحد طالب الموقف او كل ما طلع جاء مستهل لو كان كذا مستهل اذهب مع الثواب ويصلح الوضع هذا اللي يريده رايح حبه البيت هذا الثمانينات يعني بعد كنت صغير قام ببردي واحد الشارع ويجي اول ما سال عن مستهل وكلمه تسيله بعد يقول هذه شيبه يعني انت وصاف الاحباط يعني اعتبر انه راح الموقف كامل خلاص ما اذكر انت شيء بس انت المفروض تقول انا اللي عليا اجي الموفقيه بيد الله من ضمن المواقف شوف لما انا اقول لك اللحن ذكرت لي انه الحاله الافتراضيه للحن جبنا احنا ليلة عاشر قعدنا يا جماعة نسمع الألحان في كربلاء مفجوعين في كربلاء مفجوعين يا أبو علي ويا أهلي يا أبو علي هذا واحد ثاني الجماعة قالوا هذا لحن في حزين في حماس على الوجهين فكوّل فول العاشر هذا قلت له مدام الحين هذا ثاني بعد وجوده ابى اجيب اول الثاني علشان امرره يعني وتالي هذا خلاص علشان هذا مو تمشي ذاك على وقفتين تالي هذا ياخذ محله اتفقنا كذي
يا عزيزي يا عزيزي زينب ودعوها من أول مرة جبتها خلاص كفرت الموقف. صارت ديك الثانية جيبها معي إليها خلاص. شوف هني تشوف الحالة الافتراضية، لعل أنت من الحالة الافتراضية شيء وعلى أرض الواقع شيء آخر. الحال واجب، هذا الحال اللي يعني أذكره من المواقف. الأمنية والله أمنيات واجد في الموقف، يعني أتمنى الموقف أن نخرج من حالة المواقف التقليدية، أن نخرج من حالة المواقف الاستهلاكية، أن نخرج من حالة المواقف منا إلينا. إحنا صح ناخذ أجر وثواب ممكن، بس نحتاج لإيصال هذه الرسالة للآخرين. إحنا في البحرين عندنا مواقف، مو بس المواقف، أتكلم عن المواقف والمآتم ورسالة أهل البيت. عندنا أجانب واجد غير محتلين أنا. حتى نكتب الأفطار مسائلهم مني وأنا من حسين كلنا حافظين، كلنا نرتب عليهم ونقرأهم، ما سوينا شيء جديد. بينما الأجانب ما يدروا ما يدروا ايش صاير، حرمنا الدنيا مقلوبة وايش صاير ما يدروا. نحتاج لإيصال رسالة إلى الجميع. أمنياتي ممكن أتمنى أنه ننتقل لمرحلة توفيق هذا الموقف. الحين موقف البحران بر الرب المثل، بس لو تبغي في شيء مكتوب موثق عند الموقف قليل، يعني بحجم الموقف ما موجود شيء موثق أقل من حجمه بكثير. الكم الوافر من القصائد في البحرين في كثير، يمكن 10 أو 20 شاعر، ما في توفيق لدى القصائد في ضم مطبوع يعني او مجموع ديوان يشملهم، موقع يشملهم، ما في. هذه يعني الشعائر، والبعض اللي اقل مرتبه من شعائر ما في شيء توثيق وعملية نقدية إليها، محاولة إعادة ترتيب إليها توثيق. أتمنى أنه نحن نشتغل على الجانب، لا نستهلك نفسنا كلها في الجانب يعني تنفيذي إلى الممكن. أوكي هذا الجانب تنفيذي، أوكي هذا طيب عقب الممكن. لا نحتاج إلى وقفة عقب الموقف علشان نشتغل على التوفيق. أحسنت يا رائع. مجال مكتوب إلى فضل رائع. صلى على محمد وآل محمد. الله صلي وسلم على محمد. بيوصل إليك الراهون، إذا طلعت صوت
ما سمعت درس يقول، فنحتاج إلى إعادة ترتيب بالأغاني. يعني الإصرار على الأوزان والألحان الهادئة، يعني في نوع من الألحان اللي فيها هي شحمة، يعني تجبر المستمع على انه يسمع مو يقوم، فنحتاج للبحث عنها. العرشة اللي أقول عنها كلمة مضروطة، كلمة مخصوصة، هي مشكلة الرادود. هو الرادود يتم المعزين ما يصيرون الله إذا مش على لحمة طبيعي، فيقوم يسرع عرشة الكلمة علشان تصير درجة تنفع. بس ممكن يلعب مع السريع ما يقول اي له. انا اقول لك هذا يعني مشكله الشباب الله يهديهم، ما في ثقافه ايقاع صحيح. يعني هو عنده خلل في الله، ما اقول لك انت غلط، معزي بالله انت غلط في الايقاع ماله، انه يحتاجون انهم يسمعون. يعني المشكله كثير شلون انه يمكن هاي مشكله الرواتب في المعزين بعد، بس المعزين والرواتب الرواتب انهم ما عندهم خلفيه ولا اطلاع على القديم، ما يشوف وش كان موجود، لذلك هو يجي ما يسوي شيء. هذا الشيء اللي انت بتسويه هو انت مسوينه ومجربينه وقال احنا تمام حق وين جاي الكره من جديد، لان ما عندك خلفيه. اطلع على السابق، اسمع. يعني انا ما ابغى اتاسف على الماضي واجد، بس النمط من المعزل أول شوي مثل اللي راحت عنده يعني حضور إلى المناسبة، حضور للسماع، حضور للتجارب وياك، يعني يشيله المنطق. نحن اللي نتكلم عن ذا يشيل الشياء، ما يخالف أخفق الشياء أشيل تالي أجي عقاطبة. الحين أنا أشوف المعزين يجي يشعل ماتم جاي من اخر البحرين عشان يسمع دراب، ياخذ فقره تشوف الماتم مسخته، جاي من اخر البحرين في حقوله حق تسمع دراب، قال تسمع بس فقره واحده وتروح. يعني المنطق اللي احنا نقوله هذا اللغه بس الخلاصه مال الموضوع وروح. ثقافه مو هذا، يعني صارت الموقف صار تحصيل حاصل، يحتاج انه يعيد يعني فهمه الى الموقف. انت الموقف ليش جاي اليه؟ هذا يحتاج يفهمها من جد المعزف والشاب، مو جاي تضيع وقت او يعني ترضي نفسك او تستانس، تحتاج الى الفهم الصحيح. احسنت يا الله عليك. تفضل يا استاذ. السلام عليكم استاذ شهيد. كلمت طبعا النقطه السابقه عن الحل لهذا الوقت اللي نتكلم عنه استاذ فارس، الالحان الهادئه، بس الموقف حاليا المعزين الذي ما يلقون الى هذه الالحان، والرادو لما يجي يقدم مشاركه طبعا يبقى يتفاعلون وياهم، فاكيد مضطر انه يتماشى وياهم في الالحان حيث تنجح قصيدتهم. هذه احيانا مشكله في الطرفين، ان الرادود ما يقدر يمشي على اللحن اللي يضبط الايقاع، والمؤذي يبقى اللحن اللي يهيج مشاعر، فاحنا في مشكله من الطرفين. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان معظم الروادي زين ما احس ان عندهم ثقافه للموقف او ثقافه حسينيه اقل فما عندهم، بس عندي مشاركة تعال بس بابرز لحم بعطيها على الشاغل تعال اكتب وباعدني، لان حتى كشاغل حتى لو بدايتي انا احتاج واحد يناقشني افهم مني الفكرة، افهم مني الموضوع، عطني فكرة انت تتكلم عنها. بس انت كرادود بنجي بس بتلحم وباعدني خلاص، لان واجب تسوي كل شيء، مو قاعد تدور في مضمون الرسالة قاعد تقدمها اصلا. حتى احيانا الرواليب
تكون كلمات يعني خطا زين ساعات يوقع الشعب خطا يعني سبحان الله بس العدد هل ما راجع ليش انت ما راجع؟ ما يعدون من قبل الحين شو المحرم بعد 14 يوم الحين اتصل فيك يعطيك لاين وضعك مسؤول يتصل فيك هذا اللحن ما يتخالف زين انا بعد انسان عنده طاقه فاذا قصرت هالجانب انا قد اكون ملام بينه وبين الله لكن بعد انت ضغطني انت وغيرك وانا ما اقدر انا اعطي اكثر من اللي يقدر عليه أحسن جواب هذا محمد تفضل بعد هذا واقع من الكلام عنه شوف وليس سلام الله على حسين الإمام حسين معجزة إذا أحد أوجه معجزة الإمام حسين هذا الوضع اللي احنا فيه كيف يعني شوف الصورة شلون وإن كانت هي صورة سلبية لكن شوف على ان الامور مو منظمه ولو انهم جهات يعني مقتدره تسعى الى تنظيم هالشكل المواكب وهالشكل القصائد وهالشكل الالحان وهالشكل الفعاليات ما في ساعه اقول لك يعني زين بهالعفويه ماشي بس هذه مو دعوه المفروض الردود يكون يعني على جانب اخر احنا نتكلم عن لحن بس المفروض الردود في عناصر رئيسيه تتوفر فيه القدوه مرتبه اولى الثقافه وبعض العلوم الرئيسيه اللي هو يحتاجها يعني علم المقامات علم على الاقل اقامات بسيطه مقامات العروض النحو العربيه وعند المام على الاقل بالسيره هذه اللي هو يمشي فيها اللي هو يتكلم عنها الاحداث والعربيه وحتى قراءه النص الدارج مثل ما تقول بعض الاحيان الراجل يرفض كلمات خطا ويحتاج يكون عند المام هذا عليه هو ان يلبي يعني يثقف نفسه لدرجه نقول لك الان ما عندنا احنا مدرسه احنا بالرواني شو هذا الجزء من المعجزه ما في مدرسه وثلاث ديار فيها هذا يعني 20 30 راد يعني كثير يعني ومع التزامن يعني قاعدين الرواني بروز يبرزون يعني بعفويه احنا نحتاج الى جهه ترعى هذا الجانب من المواكب الرادود تحتاج مو بس لان صوته يعني اقدر اعبر عن هذه الظاهره الاختيار العشوائي يعني قاعد يصير لان صوته زين يجي الموكب احنا نحتاج اول شيء يكون السلوك ثم تقدر تشتغل على الثقافه صوت مهم مو يعني مو منسي من هالجانب بس لا تقدر تشكل واحد وحتى قدوه يعني على اكثر من صعيد فللاسف احنا نحتاج لجهه جرعه هذا اللي اقول لك احنا للاسف ليش يعني كل المرات شغلتها بس تقرا وتعزي هاي اكثر من مره انا قلتها ليش لازم كل المرات تقرا وتعزي انت اقرا وسوي لك فعاليه تخص الاطفال واحد يقرا وسوي لك مثلا افترضنا هذا الجانب يعلم بيسوي له معهد لرعايه الروادي لا يكون مجانا خليه يكون مثلا برسوم معينه بس يعلم هذا الجانب انا بؤدي رساله انا بكيف الطريقه ما نستطيع ان الرسالة الا بس بالعزاء والموقف والخطابه فنحتاج الى اعاده التفكير من اجل رعايه هذا الجانب. شكرا يا استاذ. كان ما فيش غير سؤال غير بعد ها؟ نعم. نسلم.
الواقع ان الالحان هو يعني يشتبون فيها، شوف هاي المشكله، مشكله الالحان. الشاعر والراد معزي ولا اجنبي؟ تحتاج الى توافق لايجاد الحل، بس تحتاج القناعه. ما نقدر نقنع المعزي، بس اللجنه هي على عاتقها كجهه اولى على عاتقها الحل، والضغط على الجهات الثانيه للحل، الضغط على الرادود والضغط على الشاعر، وبالتالي استطيع ان اضغط على المعزي. يعني اذا المعزي على قولتهم ولا محاولة كثير، على الاقل اذا عندي اربعه اوزان ابدا شيئا فشيئا من اجل ان احاصر المشكله. الوزن الاولين احاول اخليهم هادين من اجل ان احاصر المشكله شيئا فشيئا، بعدين مثلا لاحقا ثلاثه، تالي يكون هذا اربعه. مثلا ممكن يكون جلسات تثقيفيه مع الجمهور للوصول الى هذا المفهوم من الحضور في الموقع. لا بأس به، لا بأس به، يسمع هذا التفاعل يعني على الوقت السريع هذا، ورابط له. هو قابل له، بس هو الآن صاير شلون؟ صاير الدكتور رابط، هو ماشي ولا دراجة مثلا، أو يحب يسمع ولا دراجة، فدرج إذا صارت عنده قناعة يغير دورته شوي شيئا فشيئا، يعني في وزنه لثلاثة إلى أن تستقطبه. يعني هي مسألة ثقافة، هو من وين جاء هذا الخلل؟ صارت ثقافة، صارت موجودة في الموقف ومكررة. يعني يمكن كل شيء شوي بعد، يعني يمكن مو مقبول بس هو واقع. يمكن هذا الآن صار من كثرة المواقف، يعني الغير منظمة، كثرة الغير منظمة هي ولدت هذه السلبيات. يعني صرنا فقط نسعى لإقامة الفعاليات كلها بطريقة الممكن. لحظة، وش تقصد بالضبط؟ يعني هل كثرة إقامة المناسبات أم كثرة المواقف؟ لا، التفكير في جهة واحدة فقط، مو أقول شوي أساليب إحياء رسالة أهل البيت تتعدى، ممكن منبر، ممكن عزم، ممكن ندوة، ممكن مسرحية، ممكن فعاليات ثانية، ممكن مرسم، ممكن أي شيء أنت فكر وابتكر. ليش التفكير بطريقة واحدة؟ يعني إحنا التقنيات كانت وفيات لأي زمان، يعني من نشأنا كان روبرت مانسفالد ماميش، روبرت إمام البابا ماميش، الهادي ماميش، ديوان ماميش، صار إحياء على الوفيات، خلاص وصلنا إلى الموضوع. صار لما صار الانتقال إلى غير المعصومين إلا بيكون بأسلوب العدل. الآن أنا أحيي ذكرى وفاة البنين، مو لازم حزن، أسوي مسابقة باسم البنين. أبي أحيي وفاة أبو طالب، أسوي مسابقة بحث كفالة اليتيم مثلا. في تتعدى الأساليب، بس إحنا لما نفكر كله بنفس الجهة نروح إلى السهل اللي يوصلنا إلى النتيجة. فصرنا نكبر، خلصنا من المعصومين، رحنا إلى العصرية، رحنا إلى الأنبياء. الى متى صارت المناسبه تعاد تكرر مره، يومين ثلاثه واربعه، تلك الثرى صار في نوع من التشبع اللي من الطبيعي تبرز السلبيات، ما في لها يعني تطبيق. لا بالطريقه دي، يعني ما في، نحتاج الى ابداع في ابراز المناسبات باساليب مختلفه. يعني عدم تغيير الطريقة. صرنا نبدع في التقليد، يعني الان مثلا ظاهرة الله هذا لا موجودة، وانا ابدع في التقليد، شفناها
العراق ما خلينا هني مع اختلاف الظرف. العراق الظرف يحتاجها، يعني أنت ما تحتاجها. تكو هذا بيت وهذا بيت وما تحت بعض. يعني فالتقليد غير المدروس هو هذا اللي كان يسبب. السؤال يقول أي المراحل هي أكثر غربلة للألحان؟ يعني شلون أقصد غربلة للألحان؟ يعني أنت تاخذ الألحان مخمخة يعني خليها، لو أن أنت تحفظ أكثر من لحن يطلع عندك لحن يكون لحن هو اللحن أساسا. مع الإشارة أن في البداية بداية التلحين مثلا كان اللحن مرتجل، زين يختلط بالشعور اكثر لانه يكون مخزن في اعلى مستظهر القلب. فانت عاصرت هذا، اي نوع يكون يعني تحس انه لما تلقيه ينزل بفؤاد المعزي؟ شوف انا يعني اعطيك خلاصه تجربتي، ما ادري الاخرين شنو يفضلون، بس يعني من خلال تفاصيل التجربة تستطيع تشوف أيوة الأفضل. تجربتي أنا كانت يعني في فترة المسجلات، طول أيام السنة ألحن، أشتغل على التلحين طول أيام السنة، أملأ الشريط كامل، الشريط يكون مثلا 30 لحن أسمعهم، فأشتغل أكثر من مرحلة، أبدأ أسمع أكثر الشريط وأشتغل على شريط ثاني. فاسمع الشريط 100 أو 200 مرة أو 300 مرة، بعدين أبدأ أدور الشريط مكتوب وأكتب عليه هذا اللحن يناسب داخل، هذا يناسب مشي، هذا يناسب وقفة، هذا مؤشر، وأحط مراتب هذا درجة أولى، يعني أعرف تميز اللحن، يعني هذا الشريط فيه مثلا 5 ألحان مميزين. فلما تصير عندي مشاركة 5 ألحان مشاركة وقفة، هذا اللحن مميز الوقفة، أي شيء غالبا يكون هذا مميز لأن أنت ماخذنا خلاصة، ماخذ لحن من 30 خلاصة الجهد هذا، لذلك يكون الألحان قوية. غير لما أجي ألحن للمناسبة، للمناسبة يكون أنا مضغوط بالوقت ومضطر آخذ آية. فده الأسلوب يخليك تقدم الأفضل لأنك تجي للحن جاهز، لحن تام يعني ممتاز، تاخذ خلاصة ما تختاره إلا لأنه مميز، يعني غالبا يكون ناجح عوامل مميز. هل التميز تأثير فيك لو التميز في التميز؟ يعني غالبا احنا نبحث عن التميز في الشجاعة والحماس وان يكون فيه شيء من الجديه، يعني النمطيه مختلفه عن الموجود، تحس في نبره جديده، مقام يعني مثلا في المقامات نفسها، بس اللحن جديد فيه جدا غير مألوفه، وان كان بعض الاحيان هذا جدا تشير الجملاء مو جديد، هذا اللي تبحث عنه في اللحن، وتبحث عن مواقع الاثاره في اللحن، ساعات تحس ان اللحن في مثلا الكسره مقاله مؤثره تشد زد، يعني فيها مثلا الحين هذه خذ منا عزاء شكوانا بلوانا، اللحن تحس فيه يعني في جذب، تحس تتوقع التفاعل من المستمع وياه، او مثلا هاتف جاء في ظلام الليل
تفهم من اللحن، خاصة الحالة اللي فيها سحبة جاء هادي مع المعزي يكون عنده سحاب على الأرض يكون فيها نوع من التفاعل، بالإضافة إلى شحنات الحزن والكلمات يعني تطفي على اللحن تغير الواقع من واقع اللحن. سؤال أخير ونختم، إذا ما في أولوية لكم السؤال، بس لأن ما في سؤال قاعد أسأل، فإذا في سؤال تفضل، الظاهر إنه ما في سؤال، نسأل السؤال الأخير. مسألة المزاوجة بين اللحن وبين الكلمات، أنت دعيت على مسألة التخصص من الشاعر بصوت ومسألة، وقلت في كلامك أن بدايتكم كانت بدائية، يعني شلون هي بدائية وهي صايرة نوعا ما، يعني أنت فاهم اللحن وأنت اللي بتلحن وأنت اللي بتألف وانت اللي بتلقي كانها نفسه شعوريه واحده لا تتجزأ، لكن اذا انت الحين تلحن واعطيت واحد ثاني بشعور اخر يكتب عنه زين، وجشال واحد ثاني بشعور ثالث يختلف عن اللي لحن ولا كتب، يعني نسبه النجاح في ايصال المعنى ان تكون في المؤسسه الواحده الموهبه المتعدد اكثر، عكس على عكس ما لعبت انت في البدايه من التخصص، يعني هذا شلون افرد عليه؟ انا اتكلم عن المرحله البدائيه لانك انت مو مضطر اليها اصلا، وانت ما عندك ضوابط، ممكن الثلاث المهم ما عندك ضوابط، انت جاي تشيل موهبه بسيطه للصوت وجاي تشيل في منطقة اللي تلقط لحن مني ومني ومني أو تشيل جزء من اللحن مني أو تحط لحن مني، هذا ما في خلفية كاملة، وجاي تشيل زين تكتب أي شيء بس تبغى تحطه على وزن، يعني أنا أتكلم عن السبعينات نهاية السبعينات، يعني ما في ذيك الخلفية التامة بهذا العلوم علشان أنت تأدي شيء، يعني مو إجبار أخاف كلامك انت مو على ان انت تلف لثلاثه المعاني بشاعر، رحنا الى شاعر من السرابس ولا عليه رضوي الله يرحمه علشان يكتب، انا ما عندي شعراء زين، فهو كان كفير وهو الى ديوان الروضه الرضويه، وكان في قصيدة عن سيد الإمام لما لا أشكر ربي كل حيني فلقد حقق آمال الخميني، وضار كان في علاقة صعوبة شوي أمنية شال جعل سعوان لا صعوبة أمنية، فإحنا رحنا ليه قلنا ليه نقول تكتب ليه من الحزن صغار فقال أنا هالأيام ما عندي صفاء ذهني، الشعر يقول يا صفاء ذهني، فأنا أدركنا أنه يعني مو عارف لنا ومرتاب بأمورنا وخاف يعني، فما كان في شعراء، فاضطر تكتب، أكيد أنا وياهم سيد أنه لو أنت تكتب وأنت تلحن وأنت تشيل الأداء والإحساس أخر، لأن أنت بتشيل اللي بتلعبه وبتكتب اللي تبغيه، والإحساس أنا شخصيا بالنسبة لهذه الأشياء، يعني معظم المبدعين كل عطية معظم اللي ابدعوا في العلم، خل عنك حتى حداد وفاضل الغزالي يمكن حالة تزاوج خاصة، بس معظم المبدعين يجونك هالشكل صبر تنوع، يعني تنوع المواهب، انا انت
تخصيص. ليش ما يصير في تخصيص؟ يصير في اتاحه فرصه للمواهب هذه. طيب انا وياك انه في بعض الاشخاص اللي يستطيع ان يلتحق الثلاث مهام. بس لو جبت 100 طالب وجرب يعني تجربه، كم من ال 100 اللي يطلعون يتمكنون من الثلاث مهام؟ ما في من خمسه. فانت بحاجه الى فصلها من اجل ان تقوي الموقف. هو اللي متمكن راح خارج من التغيير، هو متمكن، فما تقدر تقول له لا. هو بعد يتقن فيهم ثلاث بمستوى اقوى يمكن من كل واحد من الفريق. بس اللي ما يقدر ليش افرض على اساس هذا؟ يعني يطلع اي كلام بعدين في الموقف ويطلع اي محل. يعني ايه فاذا بقول عن التجربة، تجربة الانتشار والاضطرار إلى التأديب والتلحين في بداياتهم. كيف أقول لك؟ يعني أنا مع أنه هو يعني موفر يمكن في اللي يقدر يعني ما تقدر حجر عليه، بس الدعوة إلى هذا يكون في قوة الموقف أكيد أفضل. أنا أشوف الحاجة أشوف بدارات صراحة قلت الحين القوة والتعدد، يعني الحين التعدد حجر واحد. أي أنا كيف بقول شيء؟ أنا البعض اللي بعد يقول أنت تكتب بعض الأحيان شعر مباشر، يعني كأنك قاعد تكتب يعني تخاطب معنا مباشرة، يعني تسحب من الشعر بعض الشحنات الشعرية وتتكلم بمباشرة. لأن أنا قاعد أحس وأنا أكتب كيف أنا قاعد أشيل. أنا أتصور من غير وقع الكلمة اللي على المعزي وأنا أكتبها وأنا أهندس وقعها في الموقف كيف يصير. يعني هني فائدة اشتراك الثلاث المهام، هذه إيجابياتها. إذا يستطيع نعم، بس إذا كم نسبة يستطيع؟ يعني بعد حرف قليل، بعد علي حمار يكتب وشي ولحن ممتاز، إيه ممتاز، بس كم عارف في مثل ما موجد؟ الشيء العام لا، يعني انا اتكلم عن تاريخ الثمانينات كان كل راتب شيء ثلاث المهام فيه. لا كان الاخبار كريم انا ما في ما عنده شعراء ومهمه التكفير وراتب ما واحد فيا اخي. لو كان هني حق عبد الله المهندس طلع عليه لانه رادود وشاعر ولحن، بس كان يكتب بعد في ناس يجونه يعطونه، لكن هو يكتب اليه بنفس الوقت تبرز الشيء يقولون هذا الشيء ما يخالف. كم عندكم يكون في ديرتكم نفس هذا الواحد الشخص؟ وانا اقول لك الامير مو حاضر ما تقدر تعمل مع الكل لانه ما يستطيعون الكل ان يلمون. وهو واضح ان هذه يعني فنون كل فن منفرد. انت ايش تجمعها انت إذا تقدر، ما تقدر كل فن اللي أعرفه. تفضلوا كلمة أخيرة وعلي نختم الجلسة المباركة. أريد أكرر، نحن نتمنى أنه نحن نتسابق في خدمة أهل البيت عليهم السلام في نيل الثواب في مناسباتهم. فإنه نحاول أن نبرز فعالياتنا بأفضل ما يمكن، ولكن مو بالضرورة بالطريقة التقليدية اللي اعتدنا عليها، اللي كان الدور على آبائنا وسووه وأبي يرحمهم الدور. أنت عليك دور مختلف أن تؤدي اللي عليك زمن بالطريقة تليق بالزمن اللي أنت فيه، ونحتاج إلى إيجاد يعني
وسائل وطرق يعني متنوعة من أجل الارتقاء بهذه الفعالية. في الختام نشكر لكم حضوركم ونشكر ضيفنا الكريم على هذه التلبية. تعبنا عند قرابة ساعتين وبعد عندي أسئلة أنا بس أشوفكم شوي وقتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نصلي على محمد وآله.